السلام عليكم ورحمة الله. أزوف الأول، بعد بث الفيديوهات البارح حول يعني تحليل خطاب عبد المجيد تبون، اتصل بي أحد الإخوان من المقربين للمستشارين تاع تبون باش يعني يقول لي صح واش قلت، يعني كاينه من هذه تاع انهم يسانسروا يمارسوا الرقابه على خطابات الرئيس، وماشي هذه اول مره، واللي يمارسوها ما همش اعلاميين، ما يعرفوا حتى شيء في الاعلام. طبعا باش تكون الامور واضحه، الاخ هذا يميح الجهه من جهه المستشارين، يعني ما يقدرش يجي كلخري لي انايا لما يعطي ويزيد يعني للطين بله، يراجو دو لو مومولا سي با غراتوي، ماهوش دايرها بالمجان هكذاك، لانهم كاين جزء من المستشارين خاصة اللي زعما اعلاميين مهمشين، ويجو ناس اخرين اكيد من المخابرات اللي هما يتصرفوا في الكلام تاع رئيس الجمهورية. دونك يقول لي ماشي هذه أول مرة اللي يمارسوا عليه الرقابة ويغيروا الكلام ديالو ينحيوا ويبدلوا. قال لي حتى في اللقاء الأخير مع زوج صحفيين نفس الشيء، قال لي حتى مع الكلام اللي بعض الكلام قالوا في موضوع المغرب كوباوه، وباش يعني شغلهم يتصرفوا فيه. انا هذه نستغرب فيها، انا على بالي بلي وقعت فيها، باينه لي بلون دو كوب باينين، ها مليك شوفوه ما يشوفوا شويه منهم ابيض متوسط بصفه عامه، ولكن اغلبها ايادي اجراميه. وفور وقوع كل هذه الحرائق طلبت من مؤسستنا لصد، شفتوا فوالا باينه، يدير الكاميرا دابا تكون كبير، اوب تمتم يستغرب كاميرا واحده اخرى ويجي يلصق. سي داماتوريزم، هذا بريكولاج يتسمى، هذا يتسمى بريكولاج. شتو تجيب واحد اماتور يدير ما خير منهم. بون لانه اللي يجيو يصوروا يعني المونتاج اكيد من مديريه الاتصال لوزاره الدفاع ولا من جهاز التقني تاع المخابرات، ما تبقى في دين العسكر، يعني العسكر شاد دينو. يعني هذا اللي يجي سانسوري رئيس، ما هو كشوف في التلفزيون يقول لهم وين راحت هذه؟ واحدة زوج ثلاثة، صدر ما يعرفش نهضر يبا يروح، مادام ما يعرفش يهضر يروح. هذا إذا ما يعرفش يهضر تعطي له يسير وشو أمه، واش بقى؟ واش بقى؟ بقى والو. أنا صح خطرة حضرت الحاجة كيما هذه، كان الله يرحمه علي كافي رئيس مجلس الأعلى للدولة، عمل لقاء مع مديري الصحف، كان هذا في سنة 92 بعد مقتل، لا 93، كان في سنة 93 أفريل 93 بعد مقتل بوضياف الله يرحمه، هو اللي خلفه. عرف أثناء الاجتماع هذاك طرحنا أسئلة وكذا، طرحت أنا سؤال حول سيد أحمد غزالي، كان سفير الجزائر في باريس. قلت له يعني كيفاش أنتوما دولة تقبلوا أنه سفير الجزائر يسهر مع جماعة صحفيين فرنسيين ويقول كلام ضدكم وهو سفير ديالكم؟ يقول هذا نظام فقد شعبيته، هذا نظام كذا، هذا نظام كذا. انا مانيش موافق ولا مانيش موافق، القضيه ماهيش هنا، القضيه هي انه سفير يجتمع في الليل مع صحفيين فرنسيين وما يخلي لكمش. انا كنت نتمنى لو جا وقالها لكم.
سنسي علي الله يرحمه جاوبني يعني بكل عرقرك حتى نتأكدوا منها ودارين انه ماهوش هو اللي يحط لها. سيدي حمد الغزالي كان عنصر سي بولا واحد ازلام عصابة نزار وتوفيق. داير ناري عينوه وزير اول واحد اللي رخيص هكذا يديروا سمعت كان في السماء حبط كي لحق قالوا راك انت وزير اول في بلاصة مولود حمروش قال اموي ما بقى اللي يشاوروني واشنو هادي واش ديروا الحكومه واش ديروا كلش قال لي هاك روح تصوت هذا اللي نور. دونك السؤال اللي طرحتونا علي كافي والجواب تاعو في زوج نحاو في لا تيليفزيون نحاو. وسؤال ثاني والله نسيت المهم سؤال ما جوزوش وجزء جزء من الجواب المغدوة بو ما قدرش نسكت على هذه اللي غلقوا لي الجرايد الدولي مغدوة على اون الصفحة الأولى صورة تاع كافي ونحط كي سونسور لو بريزيدون شكون هذا ودرت الموضوع شكون هذا اللي مارس رقابة على الرئيس ولا هو أعلى منه ولا واش ولا هو أعلى منه يزمه هو يجي في بلاصتو. طب هذا أحد المواضيع اللي يغضب عصابة ولاد الحرام تاع ذاك الوقت. نفس الشيء اليوم ولا واحد يسأل علاش إيزون سونسوري هذا رخيص الجمهورية يعني لي سونسوراه اللي قطع له من الكلام ديالو بالمقص يعني يعرف يهضر خير منه ابا يجي هو يعرف يفكر خير منه يجي هو. على كل حال الشيء اللي ظهر هو انه ظهر تبون تافه تماما ما عنده حتى معنى بالخطاب ديالو هذاك ما في حتى معنى ولا ربي يقدر الخير لبلادنا وربي بعد عليها ولاد الحرام. السلام عليكم ورحمه صحافيها في شرقه صحافيها في شرقه صحافيها.